اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات السباين كود. النهارده هنتكلم عن 90% من الحالات موجوده عندها مشاكل في فقرات القطنيه، وهما الفقره الثالثه والرابعه والخامسه، والشائع طبعا ما بين الفقره الخامسه والعجزيه الاولى. لكن في الحقيقه الفقرات دي مش بس وظيفتها كغضروف، لكن هي وظيفتها ان هي بتشتغل كاكس، جسمنا بيتحرك عليها يمين وشمال وتحت وفوق، ودرجه حركتها كبيره جدا، علشان كده بتكون عرضه للاصابه لناس كتيره جدا. طب هل الغضروف هنا مرتبط بالاعضاء الاماميه زي الفقرات الصدريه اللي فوق؟ هنا بنقول لك لا، ودي الميزه في الفقرات القطنيه. الميزه في الفقرات القطنيه اول اللي بيميزها ان هي بتغذي الرجلين الاثنين. كل جزء من الفقرات دي بيغذي حاجه اسمها درماتوم وميتوم، او جزء من الجلد وجزء من العضلات، وده برضه هنشرحها بالتفصيل بعدين، بس عشان ما نتوهش مع بعض خلينا نكمل سلسله حلقاتنا بمعلومات عامه عن كل فقره وارتباطها باعضاء جسمنا. هنا الفقرات دي مرتبطه بالرجلين والركبتين والقدمين، عشان كده لو حد عنده مشكله في الفقرات دي دايما بحس بألم، بحس بتنميل في رجله، بحس بحرقان، بحس ان مش قادر يرفع رجله، مش قادر يرفع مشط رجله. هنا دور الفقرات القطنية. عشان كده لو عندك مشكلة في الفقرات القطنية خلي بالك هيكون عندك مشاكل في رجلك الاثنين او رجل واحدة او ظهرك كمان ممكن تحس بيه في ألم. عشان كده حفاظك على وضع جسمك، حفاظك على الفقرات اللي تحت القطنية وفوق القطنية مهم جدا عشان تضمن سلامة الفقرات القطنية. لو لسه مشتركتش في القناة او لسه ما فعلتش زر الجرس، اعمل ده عشان تتابعنا دايما في سباين كود وتعرف كل حاجة عن عمودك الفقري. انتظرونا الحلقة الجاية في سباين كود.